ينضم إلينا مشاهدينا الكرام هاتفيا من الأنبار دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. مرحبا بك دكتور عبد القادر، يعني لو تحدثنا عن تفصيل أكثر بشأن الحملة الأخيرة التي قمتم بها في عملية الفلوجة. نعم، في الحقيقة تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. في الحقيقة هذه هي المرحلة الأولى من الحملة التي تنظمها منظمة أم القرى لغاسة الإنسانية لتوزيع هديتها من الملابس الزي المدرسي لتلاميذ مدرسة مخيم عملية الفلوجة للنازحين، وتم توزيع بحمد الله 1000 هدية لهؤلاء التلاميذ لمدرسة الأولى والثانية للبنين في هذه المخيمات الموزعينهم في الدوام الصباحي والمسائي. هاتان مدرستان تشتمل على قسم مراحل طبيعة الحال من أول ابتدائي حتى الثالث ابتدائي، واشتملت هذه الهدية المقدمة من المنظمة على لكل تلميذ 3 قطع، قطعتين من ملابس إضافة إلى حذاء لكل تلميذ. وتأتي هذه المبادرة بالحقيقة من المنظمة بعد الاطلاع على واقع هاتين مدرستين والواقع الإنساني والمعيشي الصعب لهؤلاء التلاميذ. كيف هي أحوال النازحين دكتور عبد القادر، يعني ولا في هذه المخيمات التي اطلعتم عليها، لا سيما الأطفال وحاجاتهم من المستلزمات المدرسية؟ حقيقة واقعهم يعني حاجتهم كبيرة جدا، يعني هم في وضع إنساني صعب جدا، وكيف يمكن التصور أن هؤلاء يعيشون في الخيام والمدة أكثر من 3 أو 4 سنوات. هؤلاء التلاميذ وهذه المدرسة يعني هي جزء من هذا الواقع الذي يعيشون فيه، وجدناهم بأمس الحاجة لهذه المساعدة. فهذا معظم هؤلاء التلاميذ لا يمتلك يعني الحقيقة للأسف الشديد يعني الأحذية المدرسية، بعضهم يعني ينتهي نعالا بسيطا أو مثلا الجزمة أو كذا، ولذلك هؤلاء هم أبناء العائلات النازحة من محافظة الأنبار، يعني كلهم من مناطق الغربية لمحافظة الأنبار، مما ليس لديهم القدرة الحقيقة على العودة لمنازلهم، أما لأنها مدمرة نتيجة الحرب والأعمال العسكرية الأخيرة في مناطقهم، أو لتعذر عودتهم بسبب ما يعرف بالمحاذير الأمنية، وهذا ما زاد من معاناتهم الإنسانية في الحقيقة، وللأسف هي مستمرة هذه المعاناة. الحمد لله استطاعت المنظمة بعد هذه المبادرة أن ترسم البسمة والفرح على شفاء هؤلاء التلاميذ الذين يعيشون هذا الواقع الإنساني الصعب، وجاءت هذه المبادرة لتعب التذكرة التعليمية لهؤلاء التلاميذ، هؤلاء الأطفال، العائلات النازحة الذين يعيشون وضعا صعبا خاصا. وان شاء الله لدينا ايضا هناك المرحله الثانيه ستكون ربما ستكون في الاسبوع القادم للمدارس الابتدائيه ايضا للبنات، يعني كانت هذه للبنين وهناك المدارس الاخرى للتلاميذ الابتدائيه للبنات. نعمل على الاعداد والان التهيئه لحمله اخرى مشابهة في الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من الأنبار دكتور عبد القادر محمد منسق العام لمنظمة أم القرى.